استعادة اللياقة الصحية بعد الولادة هاجس يقلق العديد من النساء، فمن الأخطاء الشائعة لدى معظم الأمهات أن ينصرفن بشكل كامل إلى العناية بأطفالهن، متناسين أضرار الوزن الزائد الذي تكتسبه المرأة خلال شهور الحمل. دراسة طبية حديثة أجريت على 300 سيدة أشرف عليها باحثون من مستشفى ماونت سيناي في مدينة تورنتو الكندية، أوصت الأمهات اللواتي أنجبن حديثا بأهمية فقدان الوزن الزائد الذي اكتسبنه أثناء الحمل خلال فترة 3 شهور إلى 12 شهرا كحد أقصى بعد الولادة، كي لا يتعرضن لمخاطر صحية كبيرة أبرزها الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، خاصة وأن النتائج أثبتت معاناتهن من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول ومقاومة هرمون الأنسولين في حال بقاء الأمر على ما هو عليه لأكثر من عام كامل. وأضاف الباحثون أن هذه النتائج قد تؤكد أيضا النظرية العلمية التي تربط بين زيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري، أحد أخطر الأمراض المزمنة التي تصيب أكثر من 350 مليون شخص في العالم. التمارين الرياضية مثل المشي والسباحة إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي حلول مثلى لإنقاص الوزن الزائد بعد الولادة، وهذه الحلول تساعد أيضا في التخلص من مشاعر الاكتئاب والإرهاق والتوتر التي تصاحب عادة فترة ما بعد الولادة. ملوك الشيخ العربية.